النشبة دايبيك النشبة دايبيك يا عيال شكو شو اتصل النشبة دايبيك الو انت وينك يا شيخ الله يرجك انت وتحدياتك الرجال خطفني يحسبني شغالتهم تعال طلعني من هنا طيب وين مكانك يا ابويا ما ادري حطني في الشنطة زي الغنمة وجابني هنا ونادى حرمته وهزأتني كمان ام عاد لا يكون شفت زوجته بس شفته وتروشت محمامه كمان صاحي انت والله لو درى انك رجال يذبح ايوه انا في بيت كافيل هذا بابا ناصر بيبيا ماما فوزيه قلب طيب قفل الجوال يا بنت الذين هذا الجوال هو بالمصايب من اليوم ورايح ما في اي جوال طيب بابا ما في مشكله ابوك النكبه قفل الخط عيال لا يا شيخ ترى انت اللي انكبت الضعيف وانا وش دخلني انا تحديته وهو قبل التحدي طيب وش السوات الحين عادي يا شباب خلوه ينقلع انت كل تراب هذا خوينا ولازم نوقف معه دمرت هدومنا هذا كلور للملابس البيضة ناصر ناصر خير وش فيه أبيك تشوف حل الخبلة هذه زهقت منها حاسة إنها قاعدة تستهبل علينا أنا خلاص ما عاد أبيها انقل قفالتها يلا 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 قدامي انقلع الوجه حسبي الله عليك خبلة